السلام عليكم، معكم نسرين ومرحبا بكم في قناة نوسة هامستر. الفيديو اليوم راح يكون عن كيف نسوي قفص للهامستر أو عن ألعاب الهامستر. في هذه الأيام فكرت إنه أغير الديكور تبع قفص هامستر، فقلت ليش ما أصور الفيديو، لأنه في كتير طلبوا مني إنه أعمل قفص فيديو عن القفص، فجت المناسبة اليوم وراح أصوره. فإذا ما كنتم مشتركين في القناة ما تنسوا تضغطوا على كبسة الاشتراك، وما تنسون اللايك، وأي شيء بخصوص الهامستر ممكن تكتبوه لي في التعليقات. ويلا نبلش. مؤخرا لاحظت في تعليق في أحد القنوات عم يسألوا كيف نثبت هاي العجلة في قفص من البلاستيك. فإذا كانت عندكم العجلة مثل هاي، يعني من هون، كل راح تحتاجون هو راح تسوون ثقب مثل هاد. راح نمسكها من هون وراح نمسك هاي من هون وراح ندور هيك وبس، وهي تبتت يعني ما راح تسقط ولا شيء. هلأ راح أحاول إنه في هاي المكان أحط مثل طبقة تانية هون، راح أوريكم كيف راح أسويها. أول شي راح أحتاج إلى هاي الكرتون تبع أوراق الحمام، راح أحتاج 4، وراح أحتاج هاي القطعة الكرتونية اللي تكون من الكرتون السميك، وللتزيين راح أحتاج هاي القطعة من القماش، وراح أحتاج غراء وهاي الفرشاة عشان استعمل الغراء. وهلأ مثل ما انتو شايفين حاولت انه ألصق كل هاي الانابيب هون بهذا الشكل، وهلأ حطيت الغراء هون وراح ألصقه بهذا الشكل. هلأ راح أحاول إنه ألصق هاي القطعة من القماش، راح أحاول إنه أحطها هون. هلأ راح أختار إنه هذا هو المكان اللي راح أحطها فيه، وعملت سلم من قطعة كرتونية سميكة ومن قطع كرتونية مثل ما انتو شايفين، يعني هاي طريقة كتير سهلة، وراح أحطها هون. بس قبل راح أحط هي في الأصل أنا بستعمل نشارة الخشب يلي بجيبها من عند النجار، بس في هالأيام مؤخرا جبت نشارة الخشب ولما تفحصتها لقيت إنه فيها غبار، فما بقدر إنه أستعملها. لهيك دايما عم حضر مثل هاد قماش يلي يكون عندي في البيت، ما أستعمله يعني بقطعه إلى قطع مثل هاي وأستعملها إذا كانت نشارة الخشب اللي عندي فيها غبار. هلأ راح أحتاج إلى هدول العصي تبع المثلجات، راح أحتاج هذا تبع السكوتش اللي يكون هاد وهو كبير، راح أحتاج مشرط ومقص. راح أحاول إنه أقص هاي من هون ومن هون.
إذا كنتوا صغار اطلبوا المساعدة من شي شخص كبير. أعتقد إنكم عارفين شو عم سوي هلأ. راح أحاول إنه أقسم هدول هيك وراح ألصقهم هون. وهذا هو شكلها النهائي. هلأ راح أحطها هون. وهذا هو الشكل النهائي لديكور اليوم. راح أحط الأكل هون وراح أسوي له مكافأة. كمان راح أحتاج واحد من هاد، وراح أحتاج إلى مقص ومكافآت. ممكن تستعملون أي شيء عندكم، استعمل واحدة وبس. يمكن هاي الطريقة شفتوها في القنوات الأجنبية، بس حبيت إنه أعملها في قناتي بالنسبة للناس اللي ما شافون الفيديو. هلأ نحاول نشكل هدول على شكل كورة صغيرة. بدها شوية صبر. هلأ راح ناخد المكافأة ونحطها هون. إذا بدنا نضيف مرة تانية راح نضيف. ولازم يكون شكلها يعني بيرفكت، انه الهامستر راح يخربها. هلا راح اجيب هاستر، وطبعا راح يكون ديكور القفص كتير متغير عليه، لهيك ما راح لازم اني اتركه حتى يتعود عليه. وراح احط له هاي المكافأة هون. كل مرة راح أغير الديكور راح أشاركه معكم في فيديو. وكمان لما توصل القناة لألف مشترك راح أسوي قفص للأنثى يلي راح أشتريها، وطبعا راح أشارك معكم الديكور يلي راح أسويه للأنثى. هلأ عم يستكشف المكان وعم يتسأل شو هالديكور وشو هال لك هذا هو السل من هون من هون. شوفوا هلأ شو عم يعمل، عم ياخد القماش وعم يحطه في خدوده عشان ياخده للمكان اللي راح ينام فيه. في كتير مرات كنت عم أعطيه هاي الكرة وكان عم يحاول ياخد يلي فيها، بس اليوم بما أنه القفص كان كتير متغير عليه فما ركز على الكرة، لهيك أنا حاولت أني أحطه هون وأشوف يعني أوريكم كيف الهامستر يتعامل مع هاي المكافأة.
المهم لما تعطونها لهمسراتكم راح تشوفون كيف راح تكون ردة فعلهم لأول مرة. بس اليوم هالسر ما حب هاي الكرة ما بعرف ليش، يمكن لأنه يعني ما مركز عليها، مركز فقط على أنه جو القفص تغير عليه شوي، لهيك ما حب أنه ياخدها هلأ. فأشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. ما تنسوا تتابعوني في انستغرام لأنه في بعض الأحيان أنزل فيها مقاطع لهالسر هيك تكون كتير صغيرة، فما فيني أنه أحطها في اليوتيوب. راح تلاقون الانستغرام هون أو راح تلاقونها في صندوق الوصف. ما تنسوا اللايك والاشتراك للقناة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.